هيا قبلي يا بنت دربنا الايمان يلي لها في قمة المجد سيرة اسم أم متعب صار للحبل عنوان عنوان للتقدير ما فيه غيره يا مرحبا ركبوا تحية وعرفان ترحيب يهدي للجموع الغزيرة يا مرحبا ركبوا تحية وعرفان ترحيب يهدي للجموع الغزيرة اسمهم متعب صار للحفل عنوان عنوان للتقدير ما فيه غيره علي من أهل المكارم بين الايمان كبيرة اسم بالمكارم كبيرة كلمة وسبع عام ما تقضي الشان في مثلها والله ما هي كثيرة اميره وبنت امراء وروس شيخان وبنت الامير اكيد بتصير اميرة الها مع اهل الخير موقع وعنوان والها مع اهل الطيب رفقه وجيرة اخلاقها تسحر مثل سحر عمان غير الشهامية واليوم في حفلة ولدها كحيلان في حفل متعب كثر الله خيره مبروك يا متعب وماجور ومعان يا النادر اللي ما يخونه ضميره شجيع ومحنك ومطنوخ وحصان ورايه يقد بايعين البصيرة والطيب له عند الرياجيل برهان يكفي حضور الناس من كل ديرة في ليلة تجمع محبين وكل دار وعشيرة يا مرحبا رحبوا تحية وعرفان ترحيب يهدى للجموع الغفيرة اسمهم متعب صار للحفل عنوان عنوان للتقدير ما فيه غيره علي من أهل المكارم والإحسان اللي لهم بالمجد والطيب سيرة مثل أم متعب بانتظار بين الأيمان كبيرة اسمه بالمكارم كبيرة كلمة وسبع عام ما تقضي الشان في مثلها والله ما هي كثيرة أميره وبنت أمراء وروس شيخان وبنت الأميرة كيف بتصير أميرة الها مع أهل الخير موقع وعنوان والها مع أهل الطيب رفقه وجيرة أخلاقها تسحر مثل سحر عمان غير الشهامية وطيب السريرة ويوم في حفلة ولادها كحيلان مبروك يا متعب وماجور ومعان يا النادر اللي ما يخونه ضميره شجيع ومحنك ومطنوخ وحصان ورايه يقد ضايعين البصيرة والطيب له عند الرياجيل برهان يكفي حضور الناس من كل ديرة في ليلة تجمع محبين واخوان من كل صوب وكل دار وعشيرة والطيب